السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شو مصطفى، تفضل. حضرتك، أنا متزوج عن قريب، يعني ما بقاليش 5 أشهر أو 6 أشهر. وبعد أنا كنت طالب جامعي، و كنت عفوا كنت أنا طالب جامعي طالب جامعي، وبعد فكان لينا اختلاطات مع البنات والكلام ده. فأنا يعني مش عارف، عايز مثلا عايز أعرف إن أنا كنت في حرام ان انا اكلم بنات والكلام ده، فده حرام. ابتعد عن النساء، لأن النبي قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. مش أنت راجل سوي؟ عفوا، تمام أنت راجل طبعا، سوي تمام الحمد لله يعني يجري فيك ما يجري في الرجال؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلاص، تخشى على نفسك ولا تخشى؟ انا في ذنب عليا مثلا؟ انا الحمد لله ما عملتش اي حاجه غلط ولا بتاع، يعني الحمد لله، ربنا يحفظنا وإياكم. في ذنب عليا مثلا؟ كده اعرف اطلع كفاره، اعمل اي حاجه مثلا ان انا اكفر عن ذنبي ده مثلا؟ أنت عملت إيه؟ ما دام ولا أريد أن أعرف ماذا عملت، لكن عموما انا ما إذا عملتش. كان في سيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات. بس كده، ابتعد بقى، ابتعد من الآن عن الاتصال بالبنات. فتنة يا أخي، فتنة والله فتنة. انا مبتعد والله، بس ربي انا بقول يحفظك. اكفر عن حاجه دي قبل. لا عموما، إن يعني احتياطا للدين، إذا تصدقت بأي مبلغ، صليت لله سبحانه، استغفرت، تذكرت، كل هذه حسنات تضع في ميزان الحسنات إن شاء الله. أشكرك أشكرك. الله يبارك فيكم. الله يكرمك.